السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العلاقة الزوجية في نهار رمضان محرمة قطعا، لأن الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، ولكن في ساعات الإفطار تكون مباحة. ربنا عز وجل قال لنا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فكانوا الرجال كيبغي يضاجع زوجته وكيبقى يستعمل أساليب معينة علمها الله تعالى، فمدد وقت العلاقة منذ طلوع المغرب، منذ بزوغ المغرب إلى طلوع الفجر. لكن بعض الرجال ربما قد يكون له رغبة، فما إن يفطر حتى يطلب زوجته للعلاقة الزوجية. ولكن الزوجة لها أيضا اضطرارية أخرى، عليها أن تقوم بأشغال البيت، تنظيف مائدة الإفطار، وربما تريد أن تصلي تراويح العشاء. فما الحل هنا؟ الحل ينبغي أن يقتنع الرجل المسلم بأن لا زاله وقت ممتد طيلة اليوم، فلا يحرم زوجته من الصلاة، بل هو عليه أن يؤدي صلاة العشاء في 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 المسجد مع الجماعة، ويواظب على قيام الليل على صلاة التراويح. في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا نضيع الصيام والقيام، والعلاقة ممكن أن نستعملها فيما بعد. العلماء ديال الطب كيقولوا بأن أحسن وقت يكون وهو بعد منتصف الليل في العلاقة الزوجية، كتكون ديك الساعة الأماء مرتاحة، وكيكون الإنسان أدى وظيفته الدينية واسترخى، وله أن يفعل ما يشاء. لكن قد يكون الرجل عنده رغبة جامحة ويطلب زوجته في اللحظة التي يريد، هنا لا ينبغي أن نمنعه، ذلك أمر يخصه، وله ليس هنا عليه أي عتاب، وليس عليه أي حرج بأن يطلب زوجته في الساعات الأولى من الإفطار، لأن الأمر يخصه بنفسه. ولكن عليه أن يكثر من ذكر الله، وعليه أن ينظم وقته حتى يبارك الله تعالى في هذه العلاقة، لأن مش علاقة بهيمية، هذه علاقة تعبدية، سمها النبي الأكرم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. فالصدقة لابد أن نضعها في الوقت المناسب والمكان المناسب، فلنتحرى أحسن الأوقات، وأفضل الأوقات هو بعد منتصف الليل، حتى يتمنى يتسنى الإنسان أنه يجدد وضوءه، ثم يستعد لقيام صلاة الفجر، ثم يستأنف صيامه في اليوم الموالي، والله يتقبل من الجميع. العلاقة الزوجية في نهار رمضان محرمة قطعا، لأن الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، ولكن في ساعات الإفطار تكون مباحة. ربنا عز وجل قال لنا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فكانوا الرجال كيبغي يضاجع زوجته وكيبقى يستعمل أساليب معينة علمها الله تعالى، فمدد وقت العلاقة منذ طلوع المغرب، منذ بزوغ المغرب إلى طلوع الفجر. لكن بعض الرجال ربما قد يكون له رغبة، فما إن يفطر حتى يطلب زوجته للعلاقة الزوجية. ولكن الزوجة لها أيضا اضطرارية أخرى، عليه أن تقوم بأشغال البيت، تنظيف مائدة الإفطار، وربما تريد أن تصلي تراويح العشاء. فما الحل هنا؟ الحل ينبغي أن يقتنع الرجل المسلم بأن لا زاله وقت ممتد طيلة اليوم، فلا يحرم زوجته من الصلاة، بل هو عليه أن يؤدي صلاة العشاء في المسجد مع الجماعة، ويواظب على قيام الليل على صلاة التراويح. في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا نضيع الصيام والقيام، والعلاقة ممكن أن نستعملها فيما بعد. العلماء ديال الطب كيقولوا بأن أحسن وقت يكون وهو بعد منتصف الليل في العلاقة الزوجية، كتكون ديك الساعة الأماء مرتاحة،
وكيكون الانسان ادى وظيفته الدينيه واسترخى وله ان يفعل ما يشاء. لكن قد يكون الرجل عنده رغبه جامحه ويطلب زوجته في اللحظه التي يريد، هنا لا ينبغي ان نمنعه، ذلك امر يخصه وله، ليس هنا عليه اي عتاب وليس عليه اي حرج بان يطلب زوجته في الساعات الاولى من الافطار، لان الامر يخصه بنفسه، ولكن عليه ان يكثر من ذكر الله وعليه ان ينظم وقته حتى يبارك الله تعالى في هذه العلاقه، لان مش علاقه بهيميه، هذه علاقه تعبديه، سماها النبي الاكرم صدقه، وفي بضع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارايتم ان وضع في حرام فكان عليه وزر، فكذلك ان وضع في حلال كان له اجر. فالصدقه لابد ان نضعها في الوقت المناسب والمكان المناسب، فلنتحرى احسن الاوقات، وافضل الاوقات هو بعد منتصف الليل، حتى يتسنى للانسان انه يجدد وضوءه ثم يستعد لقيام صلاه الفجر، ثم يستأنف صيامه في اليوم الموالي، والله يتقبل من الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.